السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي مشاهدين القناة وديدي بركان، نتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير وفي أحسن ما يرام إن شاء الله. ما تنساوش إخواني أخواتي قبل ما نبدأ الفيديو أديروا الماسك ديالكم لأن الحالات كثرت بزاف والوفيات كثروا بزاف. الله ينجينا ونجيكم كاملين إن شاء الله. في هذا الفيديو ديال اليوم باش نتكلم على واحد القضيه اللي ربهم في المغرب في بلادنا الحبيب في بلادنا العزيز، واللي هي عمليه اغتصاب ام من طرف الابن ديالها. هذا الابن ديالها حاشا لا يكون ابن لذاته الوقاحه باش انه يغتصب الام ديالو، الام اللي تعبت معاه، الام اللي ركبته في الكرش ديالها 9 شهور وهي في العياء، هي في لافاتيك، وهي ما تنعسش، وهي تنوض في الليالي والحريق الى غير ذلك. نهار كبر مشى اغتصبها. هذا ماشي انسان، هذا في حقه حيوان، في حقه وحش، هذا يستاهل كل العقوبات اللي خص تكون على وجه الارض. هذا الانسان اللي اغتصب الام ديالو وكيقول لها ما تقوليليش اولدي قولي لي صاحبي. واش نقول لك انا من هذا المنبر، واخا ما نعرفش شكل الام ولكن تبقى ام محترمه وتبقى ام تاش في راسنا كباقي الامهات المغربيات وكباقي النساء المغربيات. كل مرأة مغربية إلا وهي تاج فوق راسي، ونحترمها كما احترم كل الرجال أصحاب الكرامة وأصحاب الاحترام والرجال الأحرار. هذا السيد هذا اللي اغتصب الأم ديالو مهما يكون السبب، مهما يكون أش يكون، لأن بزاف ديال الناس غادي يقول لك كان واكل القرقوبي، كلا المخدرات، كلا هذه كلا هذه، يكون أي سبب ما يديكش العقل ديالك أنك تغتصب الأم ديالك. الأم ديالك اللي كيقول فيها الله سبحانه وتعالى الجنة تحت أقدام الأمهات. ما يقدرش أنه الخيال ديالك، العقل ديالك، حتى في الحلم ديالك، حتى في المنام ديالك أنه يديك الشيطان باش أنك تغتصب الأم ديالك. أنا شخصيا كنشكر الشرطة، نشكر كامل الناس اللي كانوا سبب في اعتقال هذا المجرم الكبير، كنشكرهم جزيل الشكر. كنشكر الشرطة القضائية ورجال سي الحموشي اللي قاموا بواحد العمل جيد، قاموا بواحد العمل يشكرون عليه، ونتمناهم يزيدوا في هذا العمل. نتمنى اي واحد تجرأ النفس ديالو انه يقوم بهذه العملية الاغتصاب كيفما كان الحال، اغتصاب ولد، راجل، مرأة، بنت، اي واحد تلعب عليه النفس ديالو انه يمشي يغتصب انسان، فانا كنقول القضاء ديالنا انه يخصو يتابعو، خصو يعاقبو اشد العقوبات. هذا الانسان بحال هذا حاشا ولا يكون انسان، هذا وحش، هذا حيوان، انه يترجم كما يرجم الشيطان في مكة. خصو يترجم، خصو يتعاقب أشد العقاب. أي واحد يتعدى على المرأة المغربية، يتعدى على الأم المغربية وعلى الأم كيفما كانت على وجه الأرض فيستاهل العقوبة. ونشكروا القضاء، ونشكروا الحكومة، ونشكروا هاد المحاميين إن شاء الله اللي غادي يدافعوا على هاد الأم وعلى رئيس المحكمة باش يعاقبوا أشد العقوبات. لأن هذا ماشي من شيم الرجال انك تغتصب واحد الانسان كيفما كان، ماشي من شيم الرجال انك تعاقب واحد الام ديالك، ماشي من شيم الرجال انك تعدى على حقوق اي واحد. نطلبوا من القضاء، نطلبوا من الحكومه المغربيه ديالنا انها تعاقب لهذا السيد هذا، وكل واحد سواء اغتصاب، سواء ضرب، سواء جرح يتعدى على اي واحد من الامه المغربيه الا واستهل العقوبات الصارمة، العقوبات الشدة. ونطلبوا من القانون ديالنا انه يكون صارم مع هاد الناس هادو، وانهم ياخذوا الاجراءات التامة في حقهم باش هاد الناس بحال هادو ما يكثروش في البلاد ديالنا، لان هاد الشيء هذا كيخوف المرأة المغربية وكيخوف اي شخص مغربي على وجه الارض. احنا البلاد ديالنا عزيزة، احنا المغرب بلدنا الحبيب، بلدنا تاش فوق راسنا، نحبوه ونبغيوه وكنجولوا فوقاش ما نستطيعوا نجيو للمغرب ديالنا، لأنه بلد حبيب. ملكنا الله يعزه والله يحفظه والله يجعله إن شاء الله يكون ديما الفوق الفوق، والله يحفظه ويحفظ العائلة العلوية إن شاء الله. الملك ديالنا قام كل إجراءات باش يحاول وباش يحتفظ على الصحة ديال المغاربة ديالنا، الله يعزه والله يكرمه إن شاء الله. سيفغي هاد الإجرام وهاد الاغتصاب وهاد الكريساج كتر في أي مكان على وجه الأرض، حيت الناس كياكلوا شي حاجه اللي ما يقدوش عليها. انا اللي كنعرف وهو انك الا ما تقدرش على المخدر، مهما انه ممنوع قانونيا، ما تقدرش على الخمور، على القرقوبه، شرب الحليب وخطيك بالخمور،
كل الخبز واختك بالقرقوبي والمخدرات، دير كما كيديروا الرجال الاحرار، ماشي تاكل حاجه ما تقدش عليها باش تعدي على بلاد الناس وعلى بلاد الناس. يعني منها هذوك الناس كيستناهم والديهم، كيستناهم الامهات ديالهم، كيستناهم الاباء ديالهم كلها، وتعذب على الابناء ديالو باش يوصلهم لواحد المنصب، وتجي نتايا ودير هاد الاعمال الشيطانيه. خوتي تحذوا لسانكم، والله يحفظ الامه المحمديه، والله يحفظ كل المغاربه على وجه الارض. وهذا الانسان هذا ديروا الدعاء ان شاء الله باش انه يتعاقب، وباش انه الناس كاملين بحال هذا السيد هذا اللي هو ماشي سيد وحش، باش انه القضاء ديالنا ياخذ فيه كل اجراءات باش انه يتعاقب، وباش انه يكون مثال لهذوك الناس اللي كتوصل لهم النفس ديالهم باش انهم يقوموا بهذه الاعمال الشيطانيه. خوتي هذا اخر فيديو، نتمنى انه يوصل بزاف ديال الناس. وحذوا بلدياتكم وحذوا بنياتكم، الله يجعل لي فيها الخير ان شاء الله، ولا نجينا من هذا الوباء. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.